السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ ده فيديو جديد مع بعض في مجموعات اونلاين مع مستر محمد ديب. بنحل النهارده ان شاء الله الفوكاب الكلمات بتاعت يونت 2. الدرس كان بيتكلم عن عبد التواب يوسف. نركز مع بعض. اول جملة بيقول لك there were a number of events to collect money for the cancer charity. كان عندنا مجموعة كده من الايفنتس، احداث لجمع المال من اجل طبعا مؤسسة الخيرية بتاعت الكانسر. خدنا كلمة مؤسسة أو منظمة، كلمة اسمها association يعني مؤسسة أو منظمة. The Space of Education، وزارة التعليم، is doing great efforts، بتعمل مجهودات عظيمة عشان improve school، تحسن المدارس وتوفر لها كل التسهيلات الممكنة. طبعا خدنا كلمة اسمها ministry يعني وزارة، وزارة التعليم. After the snowstorm the road was covered by a thick space of ice، بعد العاصفة الثلجية الطريق بقى متغطي طبعا يا جماعة طبقة layer of ice، يبقى كلمة طبعا. Young people always receive advice، دايما الشباب الصغير بياخد نصيحة أبوية، but most of them don't care about it. في خدنا كلمة اسمها يا جماعة fatherly يعني أبوي، نصيحة أبوية. كايرو بوك فير، معرض القاهرة الدولي للكتاب، is considered بيعتبر a great space festival، مهرجان ثقافي للإيجيبشن والأرب رايترز. فكلمة ثقافي اللي هي كالتشرال يعني ثقافي. Many Egyptian film directors are greatly by great directors such as صلاح أبو سيف and يوسف شاهين. بصوا يا جماعة، هو في كتير من الشباب المخرجين دلوقتي متأثرين جدا بالمخرجين العظماء، فهم طبعا يعني هو influenced يعني متأثر. لو كان ينفع لو كان في affected كانت تمشي برضه، معناها متأثر جملة باسيف، فنختار هنا influenced متأثر. This company's manager is very serious. Serious يعني جاد أو خطير. المدير ده جاد قوي. And space with him. الراجل ده يا جماعة strict يعني صارم، ما بيسمحش بأي أخطاء. دكتور زويل had taught and space at American universities until he died. الراجل ده يا جماعة كان بيعلم وكان بيحاضر. قلنا كلمة lecture محاضرة تمشي lecture the verb يعني يحاضر، يعني هو كان بيعلم يحاضر. It's good idea for a teacher to space his students in class but he shouldn't be cruel. بص، هو مهم جدا اللي يقدر المدرس ديسيبلين يعني يعمل انضباط للطلاب، كنترول كده على الطلاب، بس ما يبقاش قاسي يعني. نيوز بيبرز، الصحف والتلفزيون، ار اكستريملي ان ريزنج بيبلز اورنس. طبعا التلفزيون والصحف يعتبر شباب يعني مؤثرين بشده في وعي، رفع راي الناس. فطبعا في كلمه اسمها انفلوينشال يعني مؤثر، جاي من انفلونس. اي ثينك that a good teacher shouldn't space the student all the time. المفروض المدرس يا جماعه الكويس shouldn't silence، يجب الا يصمت، shouldn't silence. My parents always advise me to have more in my own abilities. هو بص يا جماعه، دايما والدي يقول لي يا ابني خلي عندك ثقه شويه في قدراتك، عايز confidence يعني ثقه. Confidence يعني ثقه. طيب scientists believe in a child's space develops rapidly. rapidly بسرعه. بيقولوا ان ذكاء الطفل بينمو بسرعه او بيتطور بسرعه بين عمر كذا وكذا. يبقى عندك يا جماعه انتليجنس ذكاء. My grandparents used to live in a house، كانوا عايشين دايما في بيت اللي هو which is piece of park but unlikely the park was turned into a shopping center. هما طبعا يا جماعه كانوا بيت مواجه، يبقى فيزد، كلمه فيزد هنا يعني مواجه، كلمه فيزد الشباب هنا جايه بمعنى يواجه. طيب نكمل مع بعض سنه ثالثه كده بالراحه. يلا شباب، بيقول لي most all people، معظم الناس كبار السن، much care and attention because of their health problem. دايما الناس كبار السن يا جماعة في كلمة اسمها demand يعني بيطالب بالرعاية أكتر والاهتمام. Mary is an only child، ماري دي طفلة، but her parents didn't really space her. بس صراحة they wanted her to have good moral، نفسهم عندها أخلاق كويسة، فهم مش spoil her، مش بيفسدوها بيدللوها. It said you call and you can avoid failure، تستجنب الفشل if you your study، لو انت بلان خططت، ادام خططت يبقى انت تتجنب الفشل. The young writer has won a number، الكاتب الشاب ده كسب مجموعة من الجوائز. طبعا كنا عارفين يا جماعة كلمة awards يعني جوائز رسمية، awards يعني جوائز رسمية. A politician، السياسي يجب انه يدرسي طبعا، السياسي يدرسي political science، علم السياسة. The office clerk doesn't space much money، الموظف يا جماعة بتاع المكتب ده مش بيكسب فلوس كتير، كمان يكسب فلوس earn money،
الراجل ده يا جماعة doesn't earn much money، ولكن هي طبعا enjoys her work. At a nursery school، في مدرسة الحضانة دي، we used to get sitting، كان دايما بنقعد في شبه دايرة كده، حاجة اسمها semi circle يعني شبه دايرة. Our head teacher is a very space man، he doesn't even smile. والله المدرس الأول ده serious يعني جاد، ما بيضحكش serious. I think it's a space to represent your country in the Olympics. أعتقد honor يعني شرف لأي حد يمثل بلده في الأولمبياد. Patience and hard work، الصبر والعمل الجاد، are two of the most important qualities، من أهم يا جماعة الكواليتيز الصفات للجود تيتشرز المدرس الكويس. ده طبعا من أهم الكواليتيز الصفات. أحمد is base for، أحمد مسؤول عن taking care، يبقى responsible for، كلمة مسؤول عن responsible for. Getting married، الجواز ده يعتبر great event، حدث يعني مهم جدا في حياة كل إنسان. This TV set، الجهاز التلفزيون ده، should be connected to، يعني يا شباب connected to يعني متصل بيه. When my brother traveled abroad، لما أخويا سافر خارج البلاد، I space how much I like him. ساعتها صراحة I realized أدركت لما سافر I realized أدركت. I was shocked، صدمت، by the man's cruel towards his family. انا يا جماعه استغربت جدا من البيهيفير، السلوك القاسي، قاسي كرول مع اتجاه عيلته. مستر ماجد يا جماعه is base all his student to do the best he can do، دايما الراجل ده encourages، بيشجع طلابه ان هم يعملوا اقصى ما عنده. Our teacher always has a space way of dealing with problems in class، المدرس بتاعنا دايما عنده a space way، طريقه كده عارف انت sensible، حكيمه كده، عاقله. احنا قلنا سنسيتيف حساس، انما هنا طريقة فيها حكمة بالتعامل مع مشاكل الفصل. He was a little boy، هو طفل صغير، but his base as if he was an adult، بس هو بيتصرف يا جماعة behaved ولا كأنه شخص behaved. My space to leave school when I was only 15 was the worst mistake I have ever made. الديسيجن، القرار اللي انا خدته ان انا اسيب المدرسه، كان اسوأ قرار. The teacher is based the students not to talk during the test، طبعا هو حذرهم، warned them، مش حذرهم يتكلموا اثناء الامتحان. I hope this success will space you to great efforts، نفسي بقى النجاح ده يعني inspire you، يعني يا مستر inspire you يعني يلهم، نفسي بقى يلهمك لنجاح اكبر. This company's products are organic as they use only is base ingredients، بص هو يعني منتجات الشركه دي البرودكتس بتاعتها كلها اورجانيك، حاجه طبيعيه كده، لان هم دايما بيستخدموا المكونات اللي هم ايه يا شباب، ناتشرال، طبيعيه، ناتشرال طبيعي. You will never is base very much if you don't work hard، بص هو انت عمرك ما اتشيف، هتحقق حاجه لو ما اشتغلتش بجد. What do you want to be when you space up، نفسك تبقى لما انت grow up يعني تكبر. The company supplies building materials، الشركة بتوفر مواد البناء زي البريكس الطوب والسمنت الأسمنت. Most southern European countries، معظم الدول في جنوب أوروبا ليها كلها المناخ عارف انت متشابه كده، كلها دايما في الصيف بتبقى سمر، يبقى جماعة similar يعني متشابه. Is the study of ancient societies، ندرس المجتمعات القديمة، looking at tools كذا، يبقى ده يا جماعة علم اسمه علم طبعا الأركولوجي. مستر يعني كلمة أركولوجي يعني علم الآثار، أركولوجي في سيكولوجي علم النفس، كل الحاجات دي يا جماعة، علم الفلك، عندي بيولوجي علم الأحياء. محمد is one of the oldest friends، I space him completely، محمد ده واحد من صحابي يعني القدام، I trust him، أنا بثق فيه تماما، trust him يا جماعة. The website used to note the results of the matches in a lot of time، دايما الويب سايت بيعمل قائمه كده، ليست، كلمه ليست يعني قائمه، وتيجي فيرب معنى يعمل قائمه. وي نيد ا لوت اوف فريش اند كرييتيف ايدز، محتاجين افكار طازه كده يا شباب، كرييتيف مبدعه عشان نحل مشاكل العالم. ذا فيموس سينجر، المطرب المشهور ده، از جوينج اون از بيس ان سام يوروبيان كانتريز، راح في رحله كده يا جماعه، تور، جوله كده في بعض الدول الاوروبيه. بوليوشن، التلوث، هاف ريزن جريتلي ان ذا لاست 50 ييرز، طيب يا جماعة الليفلز، مستويات التلوث ارتفعت بشدة في الخمسين سنة فاتوا. My son is working hard to achieve his A، أكيد يعني his goal، هدفه في الحياة. The head teacher asked the new teacher to plan the note of the lesson، عايزه يخطط الستيبس، خطوات الدرس، يعمل ايه في الأول، الحاجات دي كلها.
You will understand this part of the book. هتفهم الجزء ده لو انت بس قريت حاجة اسمها introduction. يعني ايه يا شباب introduction؟ يعني المقدمة بتاعت الايه الجزء ده. طيب سبيس از ا جيم فور تو بلايرز، يعني جيم من اتنين لعيبه اللي هم بيتحركوا بلاينج بيس واكروز سبيشال بورد، بيحركوا طبعا على لوحه كده قدامهم اللي هو تشيس الشطرنج. طيب ذا لوفر ميوزيوم، متحف اللوفر ده ديسبلايز بيارد اوريجينال، بيارد يا جماعه طبعا رسومات بينتينجز رسومات اصليه. ا نيو فاكتوري مصنع جديد ده ووز سبيس اب ان اور فيليج تو ريسايكل انيمال ويست، المصنع ده أقيم في كلمة اسمها سيت أب يقيم أو ينشئ مبني مجهول. دكتور زويل ار نون وورلد وايد، يعني إنجازات دكتور زويل أتشيفمنتس معروفة في كل أنحاء العالم. After running the marathon the amateur الهاوي runners ده body is peace for a week، طبعا يا جماعة إجد يعني تؤلمه لمدة أسبوع. يلا سنة تالتة the company recognizes the space of training its employees every new or every now and then، الشركة عارفة the importance أهمية طبعا تدريب موظفين. كلمة reliable حاجة يمكن الاعتماد عليها، مساوية في كلمة ايه مستر؟ يعني حاجة مسؤول، يعني كلمة اسمها responsible شخص مسؤول شخص يمكن الاعتماد عليه. طيب all the students كل الطلاب كانوا ايه turns reading the text aloud، طبعا ما في كلمة مشهورة جدا اسمها take turns، يعني take turns يتناوب الأدوار. ساينتست علماء ار فيري وريد، كلنا عارفين وريد اباوت قلقانين بخصوص. الدكتورز هاف بين وركينج اول داي ويز اوت ا بريك، ما عندهمش مع اي استراحه بريك. مسؤوليه مين تو ميك شور ان الاولاد بيوصلوا، يبقى ريسبونسبيلتي مسؤوليه مين. كلمه كرول قاسي، الكلمه دي يا جماعه عكسها كلمه كرول واحد قاسي، واحد يعني فذرلي ابوي كده طيب، لان طف بقى ولا فايلنت وكل ده معناها صلب عنيف كده. The two friends usually have a space over، طبعا يا جماعة دايما في بينهم تشات دردشة كده في القهوة. شو قهوة معاهم. We were taught to space respect for older people، بص مطلوب مننا دايما ان احنا show respect نظهر الاحترام. كلمة esteem ده نفس معنى كلمة ايه؟ طبعا يا جماعة esteem هنا معنى كلمة honor، يعني شرف أو أمانة أو تكريم، honor شرف يعني. My grandfather had worked an engineering company، اشتغل work for، يعني مستر work for يعمل لدى، work for يعمل لدى. There is no between the two cars you look exactly same، مفيش اي جماعة difference، مفيش اي اختلاف بين العربيتين difference. I do a lot of swimming practice in order to keep fit، حافظ مع نفسي keep fit. كلمة طبعا conclusion خاتمة، ممكن تبقى عكس كلمة ايه مقدمة introduction. ابن عمي ده ambitious and always dream، راجل ده طموح دايما dream of، يعني ايه dream of؟ يعني يحلم بي dream of. يحيى حقي one of the most space writer in the Egyptian literature، ده واحد يا جماعة من influential يعني مؤثرين. After working for 10 hours I feel as I have achieved nothing، ما حققتش حاجة. It's important for teacher to of English to not student to speak English، طبعا عايزين يا جماعة encourage يشجعوه. I didn't that I had left my keys I didn't realize لم أدرك، أنا didn't realize لم أدرك. طيب the director's instructions have influenced the staff، أثرت على الستاف. being fatherly إن أنت تكون أبوي معناها طبعا دي من خصائص الناس المدرس الكويس. يبقى دي يا جماعة كل تدريبات كتاب جيم الفوكاب على يونيت 2.